من لكم اهلا وسهلا مجددا اصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. بدنا نشكر دائما رسائلكم الحلوه يلي بتنعشنا يلي بتخلينا نتابع معكم بوتيره تصاعديه. محطتنا هلا مع دكتور شارلوت تحجاج جراحه نسائيه وتوليد. رح نحكي نحن والدكتور عن الضغط عند الحامل، الاسباب، كيف منعالج، النتائج وما الى هنالك. دكتور حجاج اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا. الضغط عند الحامل، خلينا نعرف هذا المصطلح لاصدقائنا المشاهدين. اوكي، الضغط عند الحامل بالتعريف العلمي بنقول له بري اكلامبسيا. نحن اليوم حنحكي عن البري اكلامبسيا لانه في كثير انواع ضغط عند الحوامل. الضغط اللي عم نحكي عنه اليوم بري اكلامبسيا انه هو لما بصير عندنا الحامل فوق الخمسة اشهر 20 اسبوع، مثل ما بنعرف نحن الحبل من صنفه بالاسابيع، بنعده بالاسابيع، فوق ال 20 اسبوع بتبلش تعمل ضغط. قبل ما بيكون عندها ضغط ببلش ضغطها يصير يطلع فوق ال 14 على 9، بنقول نحن عندنا ضغط حبل اللي هو بالعربي بالعاميه بيقولوا له تسمم حبل. ايه، ومن وقتها بدنا نبلش نعمل فحوصات ونشوف شو كيف بدنا نعالجها، لانه كثير عنده عوارض وعنده نتائج سلبيه على الطفل، على الجنين وعلى المراه الحامل. على الجنين وعلى المراه، خلينا نحكي عن اسباب، ليه دكتور بيصير هذا الشيء مع المراه الحامل؟ في عندنا كثير اسباب ليصير عندنا ضغط بالحبل، اللي هو لما بيكون اول ولد، لما بتكون الحبله اول مره بتحبل، وكمان اذا اول مره بتحبل فوق ال 40. اذا بيفرق العمر. ايه اكيد، يعني على طول اذا حبل على صغر او حبل على كبر بيزيد الريسك. مش هني سبب بس نحن الضغط عند الحامل عنده ريسك، يعني بصير يزيد الريسك اذا كانت اول حبل، اذا كانت كمان اول حبل فوق ال 40، اذا كان عندها سكري، اذا كانت ناصحه. مشان هيك كثير بنشدد على النصاحه بالحبل انه ما ننصح بالشهر اكثر من كيلو كيلو ونص. اذا كان عندها قبل بحبل عامله ضغط حبل ممكن يروجعوا بريسك اكبر، واذا كان عندهم شيء بالعائله، يعني مثلا امها عامله ضغط حبل، خالتها، عمتها، يعني الفيرست ديجري ريليشن، يعني لما يكون في حدا كثير قريب لها. خلينا نفند هول الاسباب دكتور، يعني نحكي مثلا اذا ناصحه هالشيء شو بيأدي، اذا في عندها حدا بعائلتها، خلينا هيك نحكي عن كل سبب على حدا. يعني اذا ناصحه اكيد بتعرفي النصاحه بطلت مثل ما زمان بيقولوا هيدا شيء صحه، هي بتجيب كثير امراض. يعني الاوبيزيتي بتعمل ضغط للحدا العادي وللحامل بتزيد، لانه بده يصير يزيد عنا الكوليسترول، الفات، هن بيودوا اوقات للضغط. نعم. ليش انه اذا اول حبل وصغيره او اكبر من 40 ما في لهم سبب، بس الدراسات بينت انه هيدا بيصير. اذا كان عنا سكري كمان بيزيد، لانه هو بيصير بيشتغل على اشياء اوتو اميون بالجسم. واذا عندها حدا قريب لها عامل ضغط كثير قريب كمان شيء خاصه وراثه، كلهم هول بيزيدوا الريسك. منن سبب بس بيزيدوا الريسك. واذا كانت حبله قبل بمره اكيد عندها ريسك سبع مرات يزيد. سبع مرات يزيد، هيدا اكثر اقوى شيء. يعني اذا كان بقبل الحبل عامله تسمم حبل بيزيد الريسك سبع مرات، وليك كلهم تقريبا بيزيد الريسك ثلاث مرات. اوف، ليك قد ايه متفاوت الموضوع. شو العوارض اللي بتنتبه للحامل لتعرفوا انه هي تعاني من ضغط او من تسمم او من هيدي الحاله بالتحديد؟ اول شيء قبل العوارض لازم كل ما تروح المريضه عند الحكيم على طول لازم بدنا ناخذ ضغط ووزن. يعني ما معقول تفوت على كلينك ما ناخذ لا ضغط ولا وزن، هيك بنقدر نكتشفه قبل ما نبلش بالعوارض. العوارض مثل حيالله عوارض لضغط، يعني بزوغلوا عينينا، بيوجعنا راسنا، بنبلش نحس انه ضيقة نفس اوقات، وخاصة لما نقرب للتاسع بيعمل كثير هول العوارض، ببلش يورم جسمه، بنلاقي حالنا انه انا مش نصحان كثير بس انا جسمي مورم، اجري مورمين، فبنبلش انه نروح على ريسك انه نعمل انفستيجيشن مشان نشوف اذا عندنا ضغط. بس هو الورم دكتور مش اوقات كمان بيكون من ثالث شهر ومن رابع شهر؟ يعني اوقات بتشوفي السيدات بس انه يصيروا حامل دغري بيورموا. اكيد بيورموا بس مش توريم المضبوط، يعني في بتعمل اوقات شيء بيقولوا له بصير اجريها هيك، اذا بتكبسي على ايديها اجريها كانك بتشيلي، بصير يعمل جوره. يعني من المنظر اللي بشوف اللي عاملين تسمم حبل بصير من المنظر بيعرف بشك انه عنده نصاحة قوية. ايه هالقد. اذا خلينا نحط سيدتين، مظبوط، سيدة هملت حالها
وسيدي تابعت حالها بس حست ببدايه هالعوارض، حست في شيء مش طبيعي كثير، علما انه في شغله كثير بتضحك نحن عند المراه الحامل، بصيروا ينصحوا كلي 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 عم تاكلي عن اثنين، وبصيروا يلا عسل وذرات ابدا منه مزبوط، ابدا منه مزبوط، فبتاكل حرام بتصير لها شيء مدري قد ايه. فخلينا نحط بكفتي الميزان اذا صح التعبير، امراه عم تتابع وعارفه امراه هامله حالها 100%. هلا الامراه اللي عم تتابع حنكتشف الموضوع قبل، حنقلل كثير الريسك انه يصير عندها عوارض يعني ونتائج سلبيه، لانه ضغط الحبل ممكن بياثر على كثير اعضاء بالجسم. تنبلش اذا بالجهاز العصبي، ممكن يعمل لي جلطه، ممكن يعمل فالج، ممكن يعمل نزيف. على الكلاوي اوقات بيوقفوا الكلاوي، على القلب بياثر لبعدين، على البيبي ممكن يقبع الخلاص ويموت البيبي. هالقد ايه ممكن شو اسمه ما يعود ينمى، يعني انا اذا بولد بيبي على الشهر التاسع تحت الكليين و500 بدي اسال ليه، ما هيدا منه عم ينمى، ما عم ياخذ دم مزبوط من وراء انه الضغط عند المراه بالحبل. فنحن بنقدر كثير نتوقعهم هول القصص، يعني اوقات في ناس ضغط الحبل بيقلب لشيء اسمه اكلامسيا، بصير تعمل هزات حيط. ايه طيب هون يا دكتور بنعمل لها فحوصات ولا بتشخصوا عينيا؟ يعني بس تشوفي المريضه بتقولي اه اكيد عندها هالشيء، ولا بتعملي لها فحوصات؟ لا نحن اول شيء بنشوف المريضه، بنبلش ناخذ ضغطها، نحن كل شهر في عندنا فيزيت، هيدا اذا ما كان في شيء كومبليكاسيون. بدنا ناخذ الضغط، اذا لقطناه بالصدفه انه ضغطها عالي بنبلش نفكر، اذا مش ضغطها عالي ولقيناها عم بتورم ايه في فحوصات بدنا نعمل، في شيء بيقولوا له بروتينوريا زلال بالبول، في فحص الكلاوي، في فحص الكبد، يعني حسب كل حاله قديش متقدمه فينا نعمل كلها. في شيء اسمه ورك اب لبريكلامسيا، يعني في مجموعه فحوصات بتدلني اذا انا عندي تسمم الحبل، عندي ضغط بالحبل، بس تلاقيهم بلش يعني تفرق كمان العلاج من فتره حبل لفتره حبل. لما بتوصل لعندك المريضه وبيكون خلاص فات اللي فات، مثل ما بيقولوا مات اللي مات، يعني عملت لا سمح الله عملت هيدا الشيء وكان كثير سيفير، هون الحكيم بخبرته وبموضوعيته وبعلماته شو بيقدر يعمل معها؟ اول شيء حسب عمر الحبل بدنا نولد ولا لا، اكيد بدنا اول شيء نطلع عن نسعف الام قبل البيبي، اذا قدرنا الام بتكون على طول بريوريتي للام، اذا قدرنا الام والبيبيش بيكون شيء كثير منيح. بدنا نعمل له فحوصات، بدنا نبلش ادويه، بدنا نعملها نثبت لها وضع الضغط والكله تنرجع نولد. ايه بعدين حسب قديش سيفير، يعني قديش قوي هيدا التسمم عندها، يعني انا اذا ضغطها 16 على 10 ما فيني انطر مثل ضغطها 14 على 9. اذا جايه مثلا بتقول لي راس معدتي عم يوجعني، ما عم بقشع مزبوط، مش مثل ما انه جايه شويه وجع راس، كله بيفرق بتختلف يعني. ايه ومش بحيالله مستشفى فينا نعالج الموضوع. ليه؟ لانه بدها مراقبه ورا الولاده، بدك في ادويه بتعطيها بدها تكون على طول، يعني مثلا نحن بنعطي بس تنفوت المراه الحامل على المستشفى نولدها بدنا نعطي مغنيزيوم، هيدا الشيء كمان اذا زدتي عن ليفل معين بياذيها اكثر كمان للمريضه. يعني هالقد بده يكون الحكيم هالقد بده يكون دقيق، الحكيم دقيق والاكيب اللي معه دقيق، يعني ما فيها تكون نيرس ما بتعرف بهول القصص، في عاده اغلب المستشفيات بتفوتهم عنايه. ايه مراقبه 24 ساعه. قد ايه مهم دكتور انه الاكيب كله يكون عم بيشتغل لهالمريض، مش كل واحد يشتغل لحاله، يعني كله يكون فاهم على بعضه، كله يكون ناسج افكاره، عارف شو عم بيعمل، متضامنين كلهم لتخليص هالمراه الحامل وهالبيبي. كثير مهم، لانه اذا انا ما انتبهت لشغله رح ينتبه حدا تاني للشغله التانية، من نلفت بنظر بعضنا، بس اذا انا بدي احكي بميل والاكيب اللي معي بميل اكيد ما رح اوصل لنتيجه توب يعني. اي متى بتخلصي المريضه فقط، واي متى بتخلصي المريضه والطفل؟ يعني الحالات يلي فينا يعني بخلص المريضه فقط اذا بيبي بعمر ما بيعيش بالكوفوز، بتعرفي نحن عندنا بين هو ببلش من العشرين، وكل ما بلش على بكير ضغط الحبل كل ما كانت نتائجه اقوى واصعب. كيف يعني؟ يعني مثلا انه انا ببلش على الخامس، يعني انا مبلشه من شيء بعد عندي اربعة اشهر ما بعرف شو بصير فيهم، اكيد بدي اتابع، يمكن اوصل لمرحله ما يوطى الضغط، اضطر ولد البيبي شو ما كانت النتائج حتى لخلص الام.
ممكن هي الفتره كلها يضل الضغط عالي برغم من الادويه والتريتمنت. في اوقات ما برد، لانه هو كمان السبب الاساسي اوقات بيقولوا لك بضغط الحبل هو الخلاص. بدك تشيلي الخلاص، بدك تشيلي الاشياء طعوله الحبل تحت نبلش نرجلج. يعني نحن امن شيء لما بيجي ضغط الحبل سابع ثامن تاسع، انه البيبي صار بيعيش بالقفاز، بقدر اعطيه دواء رويه ابر لرويه الطفل بخففه، بامن قفاز، بولده، بسلمه لحكيم اطفال، عنايه اطفال، ساعتها ببلد وبتابع المريضه، بكون انا السبب الاساسي للضغط اللي هو الحبل شلته، وما بكون كثير فيه، يعني بنقذ اثنين. بس اذا كان تحت ال 25 اسبوع واضطريت ولد ما راح يعيش البيبي بالقفاز 500 جرام و700 جرام، واذا عاش عنده يعني كثير كومبليكاسيون. هيدي الحالات قد ايه بتشوفوها دكتور؟ تقريبا هي مش انه كثير، تقريبا شيء 10 ل 20%. مش كثير كثير 10 ل 20% حوامل بتعديها كثيره. كحوامل مزبوط. يعني مزبوط. مش على كل البوبولاسيون كل الشعب، من الحوامل. في شي مرة وبعرف هيدي يعني الكاب بتكون كتير خطيرة انه ما بتقدروا تخلصوا للطفل ولا المرأة بأي حالات؟ بتيجي اوقات عم تنزف المريضة، البيبي ميت، وبتعمل هزات الحيض، بتعمل اسباب، يعني بتعمل لها نزيف براسة هيك ما بتعود تلحق. نزيف هالقد سريع؟ ما هي اكيد بيكون عندها ضغط قبل ومنا عارفة حالها. يعني مثل الناس بتقول لك انا حبلي راسي عم يوجعني اخذت حبتين بنادول، مش على طول الحبتين بنادول لانه انا عندي مشكل او عندي شيء بدي اطلع السبب. مش بس دكتور انا عم موت اخذت حبتين بنادول مش الحال، لا في حالات للبنادول في حالات بدك يعني اكثر شيء بنلحق اذا المريضه كثير بتكون عم تنتبه والحكيم عم ينتبه. يعني هون بدي احكي مع حضرتك دكتور عن اهميه استباقيه البريفونسيون، اهميه استباقيه الامور، هيدي اهم شيء، اهم من العلاج. بأي طريقة بتوعوا مرضاكم لفعلا يكون في استباقية؟ لأنه هو العمل الإيد وحدة ما بتزقف، الثاني ليزقفوا، يعني بده يكون من قبلكم من قبل المريضة. كيف بتوعون؟ كيف لازم هيك ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار؟ يعني بياخذوا الموضوع بعين الاعتبار إنه أنا حامل، في بدي أجيب طفل، بدي أجيب روح على هيدي الدنيا، بدي أنتبه، ماني أنا عم بأذي بس حالي، عم بأذي حدا تاني. نعم. بدي بلش، إذا حسيت حيلا عارض من العوارض، يعني بقول لها أنا وجعك راس معدتك، وجعك راسك، زوغلوا عينيك، حسيت حالي مش مرتاحة، لازم اخذ ضغطي. راس معدتك شو بدل هيدا الشيء؟ هيدا انه ببلش لانه بيأثر على الكبد وعلى البنكرياس، بصير بيعطي المعدة قدامه، بصير بيعمل وجع. يعني هو من الاشياء المتقدمة كمان. اوكي. فحسيت حالي مش مرتاحة، باخذ ضغطي، برتاح خمس دقائق باخذ ضغطي. إذا ضغطي 14 على 9 وما فوق، لا لازم بلش انتبه. لازم حط الحكيم بالجو. لازم يعني في اوقات كثير بناخذ ادويه بتبلش توطي الضغط، مش انه ما بيتجاوب ولا بضل عالي وهيك، لا حسب انه نكون نحن عارفين حسب الحاله. هون يعني هيك بنهايه لقائنا دكتور، يا ريت تعطي نصائح لكل مرأة حامل، لانه في امور متواتره هيك بياخذوها وبيمشوا فيها ومصدقينها، انه مثلا كلي كثير لتغذي البيبي، تغذي ما بعرف شو، اعملي هيك لانه بكره اذا ولدتي بصير حليبك كثير، يعني اشياء لا تموت الى الحقيقه بصله ونحن حافظينها لازم نعملها. يا ريت بنعطيهم شويه ارشادات للحوامل قبل ما نختم. اول شيء الحامل بس تعرف حالها حامل بدها تحكي الحكيم وتاخذ موعد وتروح. بدي انتبه، لا مش انه بدي اكل كثير مشان طعم البيبي، ما بدها تاخذ المعلومات الا من شخص مختص، بدي راقب حالي، حيالله شيء بلاقيه برات الطبيعي، يعني لو وحده مش حبله، حست حالها مش طبيعيه بدها تشوف حكيم، فكيف اذا كانت حامل؟ حيالله شيء برات الطبيعي، بدي اتواصل مع الدكتور، بدي اتواصل يمكن مع السشفان، ما ضروري بس حكيم. بس لازم تحضر حالها قبل الحبل؟ قبل ما تكون حامل لازم نحضر حالنا، مثلا بدنا نضعف ما فينا، افضل اذا حبلنا على جسم وزن اقل مما نكون نحن ناصحين اكيد احسن، يمكن نكون مثلا عندها ضغط بدي راجلجو قبل، بيقولوا لك لازم ما تاكل ملح، لازم هيك، هول ما خصهم، هو اللي بيزيدوا القصص بس منهم هن لا العلاج ولا السبب. نعم. لازم على طول نتابع مع الشخص المختص. يعني عاده تسمم الحبل وضغط الحبل مش بس حكيم نسائي بيعالجهم، حكيم نسائي مع مخاطر حبل، هن هول بيقولوا لهم مخاطر الحبل، عندك الضغط، عندك السكري، عندك الغده، يعني
المرأة الحبلة مثل حيالها مرأة مش حبلة، عندها أمراض، ممكن يكون عندها كثير أمراض، مش لأنه حبلة صار عندها هولة، يمكن هي دجا عندها ضغط، عندها سكري، عندها في كثير قصص بتبين بالحبل، لأنه بيتغير كل شيء بالجسم، يعني عم يتعود الجسم على أشياء جديدة عليه، في أشياء بتبين فلازم تتبعها. هي كل 3 أشهر دكتور لازم تروح عند الطبيب ولا أقل ولا أكثر؟ لا، مفروض كل 4 أسابيع نروح مرة عند الحكيم إذا كل شيء نورمال. شهر وجمعة؟ كل 4 أسابيع، لأنه نحن بالحبل بنعتبره الشهر 4 أسابيع. أوكي، كل 4 أسابيع لازم نروح مرة عند الحكيم ل 28 أسبوع. دكتور أنا بدي أعتذر منك لأنه بدنا ننتقل مباشرة أصدقائنا المشاهدين إلى القصر الجمهوري حيث وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مباشرة إلى النقل الخارجي. أكيد نحن رح نتابع معكم أصدقائنا المشاهدين، وأكيد من القصر الجمهوري، ونحن بدنا نقلكم لهون بنوصل إلى ختام برنامجنا الصباحي. يا رب تكونوا قضيتوا معنا أوقات حلوة. أنا وزميلتي بلانش كنا معكم من حوالي الساعة 8:30 لهلأ، قدمنا لكم مجموعة من الضيوف ومجموعة من المواضيع. إن شاء الله هيك دايما تابعونا برحلة يومنا الجديد، كل يوم من حوالي الساعة 8:30 لتمام الساعة 11:30 بتوقيت بيروت. دكتور شروت أنا بدي أشكرك، بدي أشكر وجودك معنا، يعني هلأ بدنا نروح على النقل الخارجي، بس أكيد كل الأمور وكل المعلومات يلي عطيتينا إياها لازم كل امرأة بدها تصير حامل أو حامل تاخذهم بعين الاعتبار. نصيحة هيك أخيرة قبل ما ننتقل، عطول أعطي خبزك للخباز لو أكل نصه. ما تروحوا يمين وشمال، روحوا عند الاختصاصي اللي ممكن نستفيد، شو ما كان بتكون النتائج أحسن بكتير من ما أنه نحن نسمع من هون ومن هون. 100%. شكرا لك دكتور شروت حجار، جراحة نسائية وتوليد، إلى المزيد من اللقاءات. نحن أصدقائنا بعد شوي منكون مع النقل الخارجي لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مباشرة من القصر الجمهوري. إلى اللقاء.